أخاف، أخاف يجي جرح بالدنيا. أحب أبويا، أحب أبويا من أكثر من أي شخص في الدنيا. من هو الأب في وجهة نظرك؟ الحضن الكبير لك في الحياة. لا يغرك كبرنا ولنا شعر بوجيهنا وشواربنا كبيرة وطويلة، والله إلى الحين أطفال عند أبانا. أبوي تكفى عادل، أبوي عندي حاجة الله مقدسة يعني. ما أقدر، ما أقدر يعني. الله يخلي لك إياه. أنا أخاف، تسألني عن الخوف، الخوف من مستقبل أبوي، هذا الخوف بس يجعلني قبله كل ما تعني الكلمة يعني، يجعلني قبله. بعد عمر طويل أنت وهو إن شاء الله. اللهم آمين. بعد عمر طويل أنت وهو، يخليكم لبعض. الله يجزاك خير طول عمرك. سلام كبيدات، كديرين؟ لاباس، بخير ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، امور ديالكم كلها مزيانه، صحه لاباس. خديت هاد اللقطات هادو من نهار اللي مرض فيهم بابا، كنت قلت لكم مرض وهذا، ولكن ما شديت لكمش الليطه اللي كان واصل ليه. صراحه كان وصل لواحد الليطه خايبه بزاف. قلت لكم راه هو فاش كيسافر ديما كيمرض، مهم لا جا لا البلاد سخونه ولا البلاد البارده كيمرض. علاش؟ حيت لا كليم هنايا في الامارات كاينه لاكليم، وفي الانجليز فاش كيجي عندي كاين هذا الشوفاج، بجوجهم حتى حاجه ما كتجي معاه، ماشي ما كتجيش معاه، هو انتردي عليه يجلس في بلاصه فيها الشوفاج ولا فيها لاكليم. قالها ليه الطبيب ديال الريه مش حال هذه، قال ليه نهائيا ممنوع منعا كليا انك تستنشق داك الهواء اللي ماشي طبيعي. المهم صافي مرض وتقريبا 24 ساعة هو شد الفراش، ما كياكل ما كيشرب، راكم عارفين ديك الحالة اللي كتجي ديك لا غريب اللي كتجي ديك الحادة. صافي هاد الصباح هذا قرات ورايا ورجلها، بعدا قلنا ليه تمشي للطبيب، هو ما كيعجبش عليه يمشي، كنقول له مشي عندك مستعجلات مشي، هذا ما كيبغيش. ايوا صافي وصرايا ورجلها عندهم الطبيب اللي كي عيطوا ليه صافي، وهي ديك يعني ما عندوش مجال انه يفكر. صافي جابوه ليه للدار. كما كتشوفوا درت ليه هنايا، ما عرفتش شنو هادشي، ولكن شي حاجه اللي كتقوي المناعه باش يبرد غيا وصافي. وممكن احنا تخلعنا بزاف لحقاش كانت شدات واحد لا غريب، راه ما نقول لكم شلي كامل منعش، والحمد لله من بعد 24 ساعة ولا بابا مزيان بحال دولو كنا كنكذبوا. الحمد لله الحمد لله. ما بغيناش تعمل العطلة ديالو تضيع كلها في المرض، لحقاش هو فاش كيمرض صافي كيجلس تما واحد سيمانة عاد يقدر يالله يولي شوية. وخليكم معاكم على ديال الفيديو، درنا ليه مفاجأة، اكتشفوها معنا وبغينا نفرحوه ونسيو فهاد المرضى هادي اختي، وشي حاجه اللي زوينه. المهم هاد الفيديو هذا فيه طاقه شويه ناقصه وطاقه ايجابيه بزاف. السلام عليكم لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس؟ جبتي لي خدمه دابا، سيري دايره لي خدمه ويدا درا ولا دابا حتى هي المصور. شنو بغيت نقول لكم اليوم اختي، جايين لهذا المول، يس مول، حنا في ابو ظبي دابا. بغيت نقول لكم واحد الخبر. قلتيني. المهم غادي بعدا غادي نتقداو الماكله وداكشي الخضره غادي الفاسود، وان شاء الله اليوم عندنا واحد المفاجاه للوالد. ما فراسو ما يتعاود ان شاء الله بقاو معنا، يكون خير يكون خير ان شاء الله. المفاجآت ديما كيكونوا زوينين. ايوا صافي خليكم معنا، ما نحرقاش حقاش ما بغاش نقولها ليه، ما تلطيش، خليكم معنا غتعرفوا نتوما معاه هو في نفس اللحظه ان شاء الله باذن الله. شنو غيكون الفيديو زوين؟ ماما غارت ما سمعت حتى حاجه. مفاجأة البابا اليوم ان شاء الله باذن الله. نكون انا مريضه معوقه عاد كتجي شوفي شوفي بلاتي نوريكم الاوتفيت ديال الواليده. لا 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 حيدي شتو شتو الاوتفيت. لا لا خلي نوري الاوتفيت ديالك الواليده. ندير اوتفيت لا اوتفيت. شوفوا شوفوا شوف جات معاك الامارات. لا شحيدي ولاد، شوفي على مزيناتها الواليده
شنو لابسه هاد؟ جات معاك الاماره تشوفي امك عادي ما كيبانوا عليك حوايج الرومي حتى كتسدس الصفري ها حتى ما تنعرفوش حوايج هادوك الزوينين حتى السفر ياولي ايوا واخا ايوا بصح تكون راحتك الوالده جيتي على مزيناتك ياكي والله مزيانين شنو عاد غنزيد في شبابي ومالكي على مزيناتك سواب طات الله زوينه ولا خايبه زاله تبارك الله ما شاء الله كنتي لي باقا صغيره حبيبه وما انا اكل عليا الدهر واش ماما سكتي سكتي انا الامارات تعلات معايا تاع عمري ما نحت فيها هادشي ماما راه باقا مريضه مريضه انا راه لوقف لوقف الكلاس كتجلس كتبغي تنوض كت يلا سيرو يلا هذا هو الشهر مايكل كور ديوخ راه كبيره ماما المول سي صحابكي راه هنا فين كنا انا وويدات داك النهار شوف معايا الديكور هذا شحال غزال كيحمق حنا بطلعنا الفوق لطاج الاخراني يلا يلا جينا دابا للكارفور باش بغيت ناخذ لي كوش الراسيل ولا نجيت كيتسالاو بالزربه هذا وشنو اخر والخضره كما قلت لكم وداكشي اللي غادي ناخذو لبابا من هنا يعني من هنا يعني كارفور شي حاجه كنت بغيت نقولها لكم طارت ليا من البال والله ها هي ماما كتعزل في الخضره ماما كاتي خضرة الفلاح واش من الفلاح ها ماما خديت لي كوش ولا نجير والبنين عاد غنرجعو مازال ما خديتش شي خضرة عاد راسي جلسي ماما يح 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 قعدت شد الخيار يح يح بيتي اختي ليا لقيتي داك الخيار الفلاح والله الا بعدا بهادي لا تهي هذا درت غير راسي ما كاين اللي غياكلو سيري عبر اقها عندي نعبرهم نعبرهم يلا نعبرونا هي تلاقات مع الميكات وبقات شي ما راح ديالي ماما شوف ها هاي غدوز على هادشي كامل الحمرات كي دايرين من الحمرات انا ما عنديش مع التفاح ما كيعجبنيش دابا انا تنصوم حقا ماما اليوم صايمه نسيت كاع ما قلتها لكم صايمه وادن عليها دابا هنايا وفطرات غير بالقهوه والماء وكتيبان والله ما جاني الجوع قسما بالله جاني لا جوع لا والو انا رجليا طابو عليا والله الا رجليا طابو عليا اختي راه كتقطعي باغا تمشي ما خليتي ما شريتي شوفي التفاح ماما دازت الدلاح عاودت على الدلاح ما كدازها ايوا الخيرات هيا كوا يلا اختار يلا ها هو كاين في الجهه هذه هذا 2 دراهم ماما 2 دراهم 35 الكيلو وهذاك ما نعرف ما دايرش فيه الثمن 2 دراهم يعني 5 دراهم الكيلو مغربيه اختي تمحيش الدلاح يا خودي راه هنا كيبيعوا بنص دلاح انا بغيت يقسموا لك النص لا اختي ولا الربع ما كيجيني كاع ناكل نص دلاح ويلي يلا ماما رجد جيد الرون يا مام ماما خدات كاع كارفور انا غنمشي لحدا الكريسه ونجلس شد لالارم
الوالده جي اختار البيس اللي بغيتي. قول لهم كي داير البيس اللي عندك ديجا. هذاك تيشعل على جوج سوايع. الا بغيتي تشعلو خصك حتى انت الغد ليه. منين نشعلو ونمشي نقضي حاجه عاد نرجع نلقاه. يلا وعزيز عليه لحقاش فيه بزاف ديال داكشي ديالو الشغالات. فيه بزاف لي دوني ديالو. يعني بابا محتاج بيسي. محتاج بيسي شروه ليه غير من الجوطيه. الجوطيه زيد الوالد شنو بغيتي؟ ماما كتقول ليه غير صغير. لا ماشي على قضيتي والله صغار هو راه غالي على الاخرين. ولا ماشي على الغالي. ماما كتحب راه رخيص. هذا دايره ماما نقول لك شحال داير. 100,000. لا داير 150,000. يلا ديال المغرب. لا 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 هاي غتسخط. هاي مابقاش صغير دابا. شوفو صغير رخيص. وهذا شوفو لا مارك هادي الهواوي. شوف الصوره ياك سيروا تلقاو الماركات الاخرين. راه هي الماركه اخرى. لا الوالد قال لك عجباتو هاد لي نوفو. قال لك اخر ما كاين ها نتوما لي نوفو. على بارك يختار كيشوف هاد الشيء. وهذاك اللي عندك شنو سميتو بابا؟ دوزيام جينيراسيون. دوزيام جينيراسيون. وهذاك 13. كتشوف شحال في لارام ويندوز 11. انت هذا عاوتاني قالك ماما الصغير ما عرفتي شنو كتشي بلا طاي مسحباش. راه في السيرا كاين صغير غلا من الكبير. هذا عاوتاني صغير هانتوما. هذا راه سولد ديجا ب 2600 درهم اماراتي. ايوا حتى تختار على خاطرك. ايوا خذ راحتك. اش غنقول لكم؟ خذ راحتك. هذا هو الكادو اللي يدير الكادو لشي واحد يديرو النيت ولا مولا ما يديرش ولا بلاش من الاخر تجيب الريحه ب 10 دراهم يقول راه جبت لك كادو. ورا كاينه هي هذيك. هنا يا اختي رجعنا للدار وكنا معروضين عند العائله دراجل سوريا كما كتشوفوا كبروا بينا. صراحتي كان بنين. المهم هاد لقطات هادو غير سرقتهم البنات قبلوا عليا. راه اختكم كتحشم شفتوا الناس اللي ما كنكونش كنعرف. المهم قبلوا صافي. هنا شديت الافتر من بعد ما كلينا الديسير والعواصر وهذا. المهم هادشي اللي كاين. من بعد خرجنا من عندهم مشينا نيشان القهوه. ماما قوليها لهم ديك الساعه واش كون قالها ديري اصلا قلتي لهم بلا سكر كان بلا سكر انت خيزو خيزو الليمونه. قلت لهم هما دابا كيبغيو يديروا لك شي حاجه ما انت ماشي. ماما خسرتي الديكور. العدو ديالي تشفى في المويه الاولى. الوالد واخا هو اسبريسو سينجل وانا ولاد مازال سينجل سينجل فضاء. شنو داكشي صار يا خديتي؟ سان سيباستيان. سان سيباستيان ما عطاكش شوكليت اكسترا؟ لا تخوي عليها. لا حلو قدام دابا غاسمية ماما قالت دوق بنادي كلها فرماج. قلت انا كنت خايف حتى الجامس. اسكتي اسكتي راه ماشي فرماج. كنكون في لادلفيا. لا ما فرماج. ما بالكم ديروا غير الفرماج. ماشي الفرماج غا هدرات.
انا خديت هاد الهرم هذا ما عرفت شنو فيه. شنو زيدي شدي معايا العصير. هاد العصير هاكا ماما. يلا دشني دشني لينا هادي وقولي لنا كي دايره. شتا فيها النجوم كتبان زوينه الله اعلم. خرجت لي ورا باش ما تدخلش. يا راه قولي لنا كي دايره. اشكون كنا شكرا راسي راسي فيها بسطة. اها والو فريال راسي لا لا بسطة من تحت الشوكولاتة. هو هذا كله هذا شوكولاتة زوين كاليتي كاليتي. هو عندك ايه كتضرب كاليتي سالات الهرم ناكل عاون عندها الحديد. لا داك راه شوكولاتة ماما كولي كولي. ولا عرفتو شوكولاتة واش انا كاع وايلي وايلي خليتو ولا كاع نهضرو. كولي زيدك زيدك بالصحة والراحة زيدك. قولها الواليد شو بابا بابا كضرب لي فيها ضرب لي فيها شوكولاتة. دوقي زي ربما دوقي ربما نشوف. انا نوري هذا الشوكولا. يلا سيري جو اختي عشان الليله ما غديري نص نص باش اللي ياكلوا كاع. انا معامل اليوم العشاء ديالنا هو هذا بيتزا. شنو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هذه مارغريتا هذه كاطرو فرماج. شوفي السيكه شنو كيرو هلينا ماما. لا شنو هذا فيه بواسون. هذا في غا فانتا وكوكا. هذا بحال غارليك بريد. غارليك بريد لا يدخل دجاج. لا لا ما طلبتش دجاج نسيت فرحتك نسيت شنو كانت. هذا طلبت البطاطا بالدراري. شنو هذا الشيء يا وسيمه؟ هذا غير الجزء الثاني من الاكل. الاول من الاكل حالا نوريكم الجزء الثاني. الجزء الثاني وسيمه. ها الجزء الثاني لي بات كتصاوبو من ويدا. دابا لي بات غنديرو فيهم الطون ديال المطيشه سباغيتي زعما. شكون اللي داك الماشي ماما خواتو اللي دابا.